لكن هل كل الناس ما بتكبر عدد ساعات نومها بيقل؟ يعني دايما يقول لك ان كبار السن يعني ممكن يناموا عدد ساعات اقل من السبعه لتسعه ساعات. عدد ساعاتهم بيقل، عدد ساعات نومهم بيقل، بس مش بيقل بشكل كبير، لكن ال 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 نمط النوم هو اللي بيتغير. الاكبر سنا نمط نومهم بيتغير، بيبقى متقطع اكتر، ما بقاش فيه استمراريه زي النمط نوم الشباب. الستات مثلا بعد المينوبوز، بعد انقطاع الطمس، بيحصلهم مشاكل، نقص في عدد ساعات النوم. بيحصلهم قبل الطمس وبعد انقطاع الطمس احيانا، لكن بالذات قبل الطمس، لكن بعد ما الامور تستقر بيرجعوا تاني يستعيدوا الايقاع بتاع النوم بتاعهم. اللي في حاله ارق، هل ده من العقل ام من الجسم؟ يعني ايه اللي بيعمل حاله ارق؟ ان انا دايما، يعني انا شخصيا عندي دايما مشكله فإن أنا أدخل في النوم، يعني ما عنديش مشكلة في عمق النوم، ولكن فكرة إن أنا أدخل في النوم. في أسباب كتيرة جدا، بس هنبتدي بالسبب اللي هو اللي إحنا كلنا بقينا الوقت متوافقين عليه، وهو إنه في سبب وراثي تحت كل حاجة. فهتلاقي في سبب وراثي، هتلاقي الأم مثلا أو الأب ما كانوش بيناموا كويس، فهتلاقي أحد الأبناء ورث المسألة ديت من الأب أو الأم. ففي نمط وراثي، في توارث لمسألة الأرق أو لمسألة عدم النوم المبكر أو النوم القصير. يعني في حد يحط راسه على المخدة ينام؟ بالظبط. على طول والله لو في إيه؟ بالظبط. هتلاقي يحط راسه على المخدة ينام، وحد يفضل قاعد مفنجل كده. هتلاقي أب وأم، الأم بتنام كويس والأب ما بينامش كويس. هتلاقي طفل ولد وبنت طالع لهم، ولد طالع للأم وبنت طالعة للأب. وهتلاقي الكلام ده متكرر جدا في العائلات، في عائلاتنا هتلاقيه موجود، في الأطفال هتلاقيه موجود. فده أول حاجة. تاني حاجة، تغير نمط الحياة الإنسانية اختلف تماما. احنا كنا بنتعامل مع الطبيعة زي الطبيعة، الشمس بتطلع فبنقوم، الشمس بتغرب فبننام. مع كل الكائنات الحية، الكائنات الحية اللي هي النهارية زينا، مش الكائنات الحية الليلية، مع الطبيعة. فمع في آخر 150 سنة مع ظهور الكهرباء ومع دخول الحياة التلفزيون البيت مثلا، وبعدين بعد شوية بقى الإنترنت. في الأول كنا بنتفرج على التلفزيون في صالة الأكل وبعدين نخش ننام، دلوقتي بقى التلفزيون أحيانا موجود جوه أوضة النوم، أو بنخش معانا بالموبايل وبالآيباد في السرير. صح. فده أنا بتكلم هنا على الحاجات الغير مرضية، الحاجات اللي هي العامة. عشان كده بيتقال إنه 100% من البشر مروا في فترة من حياتهم بنوبات من الأرق، إما بسبب المستجدات اللي احنا بنتكلم عنها، أو بسبب ظروف امتحان، شغل، مقابلة، عندي مقابلة بكرة، عندي مشكلة مؤرقاني، وهكذا. عم نخش بقى على المشاكل المرضية، نتكلم بقى على القلق. القلق أحد أهم أسباب الأرق. أما حد يبقى عنده مرض القلق، مرض القلق يعني إيه؟ القلق يعني مرض. طبعا. مرض القلق يعني إيه؟ مرض القلق يعني أنا مشغول طول الوقت بأن شيئا ما سيحدث، شيئا سيئا سيحدث في المستقبل. أنا الآن بكرة أن أنا مش هوصل الشغل، أنا الآن بكرة أن تحصل مصيبة، أنا الآن ابني جاي من مدرسة خايف عليه. فالشخص اللي عنده هذا النوع من القلق اللي هو إحنا بنسميه ده أنا قلقانة على طول على كل اللي حواليا. القلق المعمم، اسمه القلق المعمم، ده أحد مشاكل النوم. الاكتئاب، الاكتئاب على فكرة أحياناً بيجي باضطراب في النوم، أحياناً بيجي في زيادة في النوم، وأحياناً بيجي بنقص في النوم. بعض الأمراض النفسية زي الهوس، زي الذهان، برضو بتحصل، اللي بيحصل فيه الرهاب، أنواع الرهاب. في بقى مشاكل صحية زي مثلاً حد عنده ألم في جسمه مش عارف ينام، حد عنده مشاكل صحية زي التنفس مثلا فبيحصل فيه تقطع في النوم لأنه ما بيتنفسش كويس. المشاكل البيئية زي مثلا في دوشة، البيت نفسه بيت ضيق وفي أطفال كتير ومش عارفين يناموا، نايمين متزنقين والدنيا صعبة. ففي مشاكل بيئية زي إضاءة، زي ضوضاء. ففي عناصر كتير في الموضوع بقى في الحياة الحديثة محتاجين نشتغل عليها عشان نهيئ نفسنا بشكل جيد للنوم.